السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعة؟ معلش انا القناة لسه بجد لسه متأثرة بموضوع الولد اللي كان عاوز ياخدها ده، كان عامل فيها شوية حاجات وانا لسه بلبخ فيها بصراحة، فاعذروني لان احنا بنتأخر في الفيديوهات بالسبب ده بالذات. خليكم بقى معانا النهاردة. صدور فراخ، صدور فراخ بالبشاميل، بالبشاميل وبالخضار بالجزر والبسلة، بس ولا أروع. الشوربة دي تتشرب لوحدها كده، تتشرب حاف يعني، تشيل الفراخ وتشربها لوحدها بجد. ما الطعم والريحة ما أقولكوش، أنا دقتها قبل الفيديو يعني. وهنا شعرية بالرز، شعرية بالرز المفلفلة، رز مفلفل بالشعرية ومعمولة طبعا بالسمنة. التكات احنا بنطبخ بالسمنة البلدي يا جماعة، نطبخ بالسمنه البلدي بجد، ما بنطبخش باي حاجه سمنه البلدي او زيت اللي هو العافيه او كريستال. فالاكل عندنا الحمد لله، انا بقيس الكوليسترول عندي على طول، بلاقي الكوليسترول عندي الحمد لله منخفض مش او مظبوط يعني الحمد لله. فطبعا انا يعني دايما في ناس تقول لي خلي بالك والكوليسترول وما الكوليسترول، وانا خلي بالي لان انا جوعت جدا. وبسم الله كده انا هبدا بالرز ده، شكله تحفه. يا ولد يا ولد، اللهم صل على النبي. صدور الفراخ يا جماعه، شوفوا الجمال، وده هو البشاميل اهي، شوفوا فيها بطاطس كمان اهو، ما قلتش بطاطس، جزر الوصفه دي جميله جدا يا جماعه. احنا بس ايه، يا الله اللهم صل على النبي. ممكن تعملي الجمبري؟ لا 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 جنب، ايوه ده ممكن تعملي الجمبري في قلبها، في قلب الاكله دي ممكن او لوحدها. لا 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 لا، انت يا زمانك ما دقتهاش لسه، مش عارف بس فظيعه. وفي الاكله شويه الصوص دول، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلوا على الحبيب الشفيع اهو حبيبنا، ايوه في القلب. شوف الجمال اهو يا جماعه، بسلة وجزر وبطاطس وبشاميل بقى ايه، مش بشاميل بقى لازق، لا صوص صوص، هو مش بشاميل صوص، بشاميل. الحر بدأ، تعمل صوص البشاميل اللي هو بشاميل كنور، تحط معلقه واحده كوبايه لبن او كوبايه. اللهم صل على النبي. ولا دي قريب من ايدي يعني، حاجه بقى ايه فخمه. لا 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 لا، اسلم ايديك. الله اللهم صل على النبي. الأكلة الحلوة دي، الله لا، شوية الصوص دول ما عندكش فكرة حاجة ايه ده، أكيلة بيأكلوا. المشروب ده من روايح رمضان يا جماعه، ما تسالونيش هو ايه، بس هو حاجه بيشممني، ممكن تقول عليه خروب، خروب على 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 على, على اي انا على على حاجات كده، بس انا بشم فيه الريحه دي. هو في ايه؟ ايه الجوع ده؟ وانا جعان؟ انا مش عارف؟ اه انا جعان.
ما نعم الله، اللهم صل على النبي. هجيب لك اسوسه مسوي ايه او جميل اهو وفين نقول له عيش فين ويتاكل حاجه. لا دي ايه الجمال دي؟ دي كانت عاوزه 400 جرام جمبري من اللي هو ايه الاماراتي ده، 400 جرام من الصغير ده. حاجه ثانيه بقى كان يقول بقى ممكن يتضاف على الاصدار دي جمبري عادي. اي والله اي والله، اللهم صل على النبي. والله العظيم كنت جعان. جميل هو حال، اللهم صل على النبي. ايه الكم اللهم صل على النبي. عجبني قوي شويه الصوص ده مش عارف بجد اهو انا برضو ما زلت عند رايي الاكل اللي الواحد ياكله ويبقى فيه سهوله في البلع ده اكل جميل، ده اكل جميل. لا النواشف حلوة بس لازم يبقى معاها حاجات بقى، يبقى معاها صوصات. يا جماعة ده تحدي يا جماعة. الله أنا أكلت الصينية خالص صغير والطبق ده جبار مش صغير. اللهم صل على النبي. انا ما بحبش البتاع دي خالص. بقى يا جماعه انا عايز اقول لكم على مشاعري وانا بشرب البتاع دي. شم فيها شفتوا ريحه العطاره اما تدخل اي عطاره كبيره ونضيفه كده تشم فيها ريحه العطاره، تشم فيها ريحه الخروب، تشم فيها ريحه الدوم، تشم فيها حاجات كتير قوي. ده العصير ده في ناس ما عجبهمش، هو عجبني بقى بحب اموت فيه اهو. شوفوا له طعم والله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. مش عايز اطول عليكم انا. الاكله جميله جدا، اللي جربوا تعملوا الفراخ بشويه الخضار وشويه الصوص دول احلى اكله في الدنيا. هتلاقي صدرين مثلا او ثلاث صدور فراخ حلوه كده، رز بشعريه. اشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.